Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. مرحبا بكم، معكم الشيف نائل. اليوم حنعمل فطيرة اللحمة وفطيرة السبانخ. طريقة كتير سهلة والتقديم بشكل كتير جديد وروعة مثل ما انتو شايفين. طريقة كتير سريعة، يلا نروح على الوصفة. نوضع نصف كيلو لحمة مفرومة تكون مدهنة، وهي منها وفيها بكون الدهن. نوضع مسحوق المرق معلقة كبيرة أو ملح، وتصوم 15 جرام، نصف رأس مفروم، وفلفل أسود نصف معلقة صغيرة، ورأس بصل كبير، ونحرك جيد. نفرم الفلفل الحلو تقريبا 1 أو نصف 1، نفرم بصلة كبيرة أو حسب الذوق، الكمية حسب الذوق. نعصر ليمونة، ونعمل السبانخ بنعمه ناعم. نوضع سمسم معلقتين طعام سمسم على حرارة متوسطة، ونوضع الفلفل الحلو والبصل، نخليه يدبل قليل. نوضع السبانخ بكمية انتو تحددوها السبانخ، ونوضع معلقة كبيرة مسحوق مرق الماجي او 2 مكعب مرق الماجي، او بنبدله بالملح. هيك اصبح جاهز. نوضع ليمونة، عصير ليمون، نحرك قليل. نوضع جبنة فيتا 2 معلقة طعام او حسب الذوق، او ممكن تحذفوها، ولكن هي بتعمل طعم كتير، هي روعة. هلقيت بنروح على العجينة. كيلو دقيق، بنوضع سكر 1/4 كوب، وملح 1/2 معلقة صغيرة، أو خميرة معلقة صغيرة. نوضع 3 كوب ماء أو حسب نوع الدقيق. نعجن جيد، نتركها ترتاح 10 دقائق. هيك بعد 10 دقائق بنقطعها، نتركها ترتاح 10 دقائق. هيك بعد 10 دقائق نضعها بالزيت، بنفردها بإيدنا، أي نوع زيت متوفر عندكم في البيت. نفردها، وبنوضع اللحمة المفرومة وبنلفها، وبنكرر العملية نفس الشيء. هيك أصبحوا جاهزين. نأخذ أول واحدة لفيناها، وبنعملها بشكل حلزوني أو كعكة. نعملها العملية كتير كتير سهلة وبسيطة. نوضع عليهم الحبة السوداء والحبة البركة أو السمسم حسب ذوقكم، وندخلها الفرن. نعمل السبانخ نفس الشيء بالضبط، نضعها بالزيت، بنفردها بإيدنا، ونوضع السبانخ، وبنكرر نفس الشيء. بنلفها، بناخد أول وحدة عملناها تكون ارتاحت العجنة، نوضع عليها السمسم، نوضعها بالفرن. وهيك أصبحوا جاهزين. هذه اللي بلحمة ممكن نعملها بشكل همبرجر. نفتحها من الوسط، ونوضع صوص الهمبرجر أو خضار أنتم حسب ذوقكم، ولكن هي مجرد أفكار حلوة للأطفال، كتير هي روعة، عبارة عن ساندويتش. وهذه السبانخ نفتحها، ونوضع فيها بيض مسلوق. هي جربوها كتير حتعجبكم، ممكن ناكلها بجانب مخلل الخيار. كتير كتير وجبة روعة. صحة وألف عافية، وفي أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم، اتمنى الاشتراك بالقناة، وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.